نعم، الآن في الإعلام الإسرائيلي نحن نتحدث عن هناك اقتراحين يتحدث عنهما الإعلام الإسرائيلي الآن نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بما يتعلق بالضربة الإسرائيلية في إيران أو الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني. نتحدث عن الشق الأول من الاقتراح أو الاقتراحين، هو اقتراح ضرب منشآت نووية إيرانية ونفطية، والشق الثاني هو قواعد عسكرية أو استخباراتية أو حتى عمليات رمزية توجه رسائل لإيران. لذلك الآن هناك مسؤولون إسرائيليون كما نقل الإعلام الإسرائيلي يقولون بأنه الآن إسرائيل غير قادرة على ضرب، أو يشككون بذلك، أن إسرائيل تستطيع ضرب منشآت نووية إيرانية وإلحاق أضرار جسيمة فيها، ولذلك وبناء على ذلك يمكن أن يتوجه إلى ضرب منشآت أو قواعد عسكرية واستخباراتية أو حتى عمليات نوعية رمزية توجه رسائل بهذا الخصوص. وبما يتعلق بهذا الموضوع، لأن الجدل القائم هو على هذين الاقتراحين الآن في الغرف المغلقة وفي المنظومة الأمنية وأيضا المستوى السياسي، يعني اليوم كان هناك تصريحات لبنت نفتالي بنت وهو رئيس الوزراء الأسبق الإسرائيلي يقول بأنه ما بعد إضعاف أذرع إيران في المنطقة يمكن أريج يعني فقط أنوه لما نتابعه على الشاشة من سحب دخانية كثيفة للغاية في الضاحية الجنوبية، بما يؤشر باستمرار الغارات الإسرائيلية وأن هناك غارة إسرائيلية جديدة. تفضلي أريج، أكملي الفكرة. نعم، بما يتعلق بهذا الأمر، نفتالي بنت قال بأنه يمكن لإسرائيل الآن أن تستغل الفرصة، ولأنها أضعفت بشكل ما الأذرع الإيرانية في المنطقة، ويمكن أن تنتهز هذه الفرصة لضرب المنشآت النووية. ليس هناك فرصة أخرى أمام إسرائيل، خاصة بأنه هناك شرعية دولية يمكن أن تتخذها من هذه الحرب القائمة لضرب أو تبرر ضرب المنشآت النووية، وهي فرصة سانحة. أيضا رئيسة القضاء أو وزيرة القضاء السابقة أيالت شكات قالت بأنه لابد لإسرائيل أن تستغل الوقت الراهن لضرب المنشآت النووية، ولكن الصحافة المقربة من نتنياهو يقولون بأنه أو القنوات المقربة في أحاديثهم وفي التقارير الصادرة منذ صبيحة هذا اليوم يقولون بأنه ليس على جالنت بأن يذهب إلى الولايات المتحدة، خاصة بأن هذه الدعوة جاءت من الولايات المتحدة وليس طلبا من نتنياهو، وعليه فإن الولايات المتحدة الآن في خضم مساعيها لثني إسرائيل عن ضرب المنشآت النووية لئلا تذهب إلى حرب شاملة ولئلا تفتعل تهورا في المنطقة. الآن في خضم هذه المساعي أيضا تطلب جالنت أو تستدعي جالنت لزيارة إلى الولايات المتحدة، وهذا نظرا لعلاقة جالنت مع الإدارة الأمريكية أو إدارة بايدن. فبالتالي ليس على جالنت الآن أن يذهب إلى هناك، خاصة بأنه فعليا حتى الآن يناقش قضية ضرب المنشآت النووية. ولكن على كل الأحوال هناك اقتراح آخر، وهو الاستهداف القواعد العسكرية وأيضا عمليات رمزية يمكن أن تلحق أضرارا بالجانب الإيراني، ولكن لا يمكن أن تذهب إلى حرب إقليمية. هنا في هذه النقطة يجب أن نلفت إلى أنه هناك مسؤولون إسرائيليون أيضا قالوا بأن إسرائيل غير معنية إلى الذهاب إلى حرب إقليمية أو غير قادرة على هذا الموضوع، خاصة بأن القوات الجوية وأيضا الجيش الإسرائيلي الآن مستنزف ما بعد عام من الحرب على عدد من الجبهات، ليس بالصدد أن يذهب إلى حرب إقليمية نظرا لضعف هذه القدرة. فبالتالي يمكن أن تذهب إسرائيل إلى الاقتراح الثاني، وهو ضرب قواعد عسكرية إيرانية، كما تفعل أيضا أمريكا بطبيعة الحال عبر سنوات ماضية، أو الذهاب إلى العمليات النوعية التي طالما ما سعت إسرائيل إلى تنفيذها في السنوات الماضية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحسم القرار بشأن هذا الموضوع، على الرغم من أن الكابينيت كان قد اتخذ قرارا وصادق على رد إسرائيلي حاسم، ولكن حتى الآن ماهية هذا الرد وماهية هذه الأهداف لم تحسم بعد، خاصة
خاصة بأن النفس الإسرائيلي اليوم، نحن نتحدث عن المعارضة ونتحدث أيضا عن الائتلاف، نتحدث عن وزراء سابقون وأيضا رئيس الوزراء الأسبق، الآن جميعهم يحرضون نحو انتهاز هذه الفرصة. ليس هناك فرصة أخرى أمام إسرائيل، خاصة بأن المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني كانت إسرائيل أول من رفضت هذا الموضوع، وكانت تحرض المجتمع الدولي على رفض هذا الموضوع وهذا الاتفاق أو إتمام هذا الاتفاق. ولكن الآن الفرصة السانحة، هناك حرب، هناك عدد من الجبهات، هناك على حسب ادعاء الإعلام الإسرائيلي ورئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت بأنه هناك إضعاف لقدرة الأذرع الإيرانية، لذلك الفرصة السانحة يمكن أن تضرب إسرائيل هذا الموضوع. حتى الآن الضغط الأمريكي بشأن هذا الموضوع وأيضا المجتمع الدولي، رأينا أيضا الموقف الفرنسي من هذا الموضوع وإيمانويل ماكرون بأنه كان قد دعا إلى حظر توريد السلاح لإسرائيل لئلا تنزلق إلى حرب شاملة الآن بعد أن فتحت حرب موسعة في لبنان، يعني بالإضافة إلى عدد من الجبهات وأيضا العمليات المستمرة في غزة. ولذلك حتى الآن هناك ضغوط دولية وأمريكية على إسرائيل، وإسرائيل الآن أمام مقترحين لم يحسم القرار بشأنها حتى هذه اللحظة.